السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا عن الفطريات والإنسان وكيف الإنسان استفاد من الفطريات أول شيء نبغى نعرف الفطريات هي وإيش الفطريات هي مخلوقات وحيدة مخلوقات حية وحيدة الخلية وعديدة الخلايا حقيقية النوع للفطريات أثار إيجابية على المخلوقات الحية منها الإنسان منها الإنسان والحيوانات و... في مجالات عديدة نبغى الحين نعرف ايش المجالات اللي لها فوائد لها ايجابيات ولها سلبيات استفاد ايش استفاد الانسان من هذه الاشياء في الطب في علم الطب استفادوا منها وفي الطعام وفي المعالجة الحيوية في الطب ايش استفادوا من الطب ايش استفادوا من الفطريات في الطب ساعدت في استخلاص المضادات الحيوية من اللي ساعد من فطر البنسلين والذي يستخلص من عفن الخبز إنتاج مركبات كيميائية لمعالجة الأمراض مثل ضغط الدم في الطعام إيش يستفادوا منها في الطعام؟ تدخل في تدخل الخميرة في صناعة الخبز والأجبان والمشروم والكما اللي يسمى الفك الثالث اللي هي المعالجة الحيوية إيش إستفادوا فيها في المعالجة الحيوية؟ يتم خلط أنواع من الفطريات بالماء. لتحلل المواد العضوية الملوثة ليش استفادوا إنهم من أنهم يخلطون الفطريات بالماء لتحلل المواد العضوية الملوثة تستخدم كمحللات ليه يبغون لمنع تراكم الفضلات على سطح الأرض يمنعون تراكم الفضلات واثنين تحلل المواد العضوية يوفر الغذاء للمخلوقات الحية تحلل المواد العضوية يوفرها للغذاء تسبب العديد من الأمراض للإنسان والحيوانات والنباتات إيش اسمها الأمراض التي تسببها واحد تدمر المحاصيل الزراعية اثنين تصيب مخلوقات الحية والفواكه بمرض صدر كان معكم مقدم الدرس قصير الفهم إشراف المعلم مالك مدرسة باري. معاذ بالجبل